الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ما فيه الخير والرشد. في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عن أحكام الصلاة، ويسر الله تعالى أن بدأنا بهذا المختصر في الأحكام الفقهية، وهو منهج السالكين في توضيح أحكام الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكنا في الشهر الماضي قرأنا ما يتعلق بأحكام الطهارة، وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى في هذا المجلس وفي يوم غد إن شاء الله من بعد العصر إلى صلاة العشاء سنقرأ ما يفتح الله وييسره من أحكام الصلاة. الصلاة أيها الإخوة هي أول أركان الإسلام العملية، فأركان الإسلام خمسة كما جاء ذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الأصل الأول الذي لا تصلح الأعمال إلا بتقريره وتحقيقه، وهو توحيد الله وإثبات الرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة، وهو أول الأعمال البدنية من أركان الإسلام، جاء به بعد التوحيد لأنه المظهر الذي يتبين به صدق العبودية لله عز وجل. ثم قال: وإيتاء الزكاة، ثم وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الأمور الثلاثة: الشهادة لله بالرسالة، الشهادة لله بالتوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، جاء ذكرها في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني الدين القيم الذي به تستقيم أمور الإنسان، به يصلح معاشه وبه يستقيم معاده. والصلاة أيها الإخوة هي في الفضل والمنزلة والمكانة، في الذروة من الأعمال، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في المسند وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أجاب معاذ على جملة من المسائل، قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن منزلة الصلاة في العمل، وأنها قرينة التوحيد، وهي من أول ما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمنذ بعثته الأولى قال الله تعالى له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وهذا يدل على عظيم مكانة الصلاة ورفيع منزلتها، إذ إن الله تعالى أمر بها في أوائل البعثة، فإنه من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة، سورة المزمل، فدل ذلك على شريف مقام الصلاة وعظيم مكانتها، وأنها من العبادات التي لا يستغني الإنسان عنها. ولهذا لم يشترط العلماء رحمهم الله في وجوب الصلاة القدرة بخلاف سائر العمل، كل العمل لا بد فيه من شرط القدرة إلا الصلاة، لا تسقط عن المكلف بحال إلا أن يزول عنه التكليف.
بزوال عقله، ما دام العقل ثابتا فالصلاة واجبة، يفعلها الإنسان على قدر طاقته واستطاعته فلا تسقط بحال. قال الله تعالى في محكم كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا أمر عام وقاعدة كلية في كل ما فرضه الله تعالى على عباده، إلا أن الصلاة لا تندرج تحت هذا، لأن الصلاة لا تسقط بحال، يصلي الإنسان على حسب حاله. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم ما تمكنتم من إقامتها على الوجه الذي أمرتم به فرجالا صلوا وأنتم تمشون، أو ركبانا وأنتم راكبون، صلوا على أي حال وكيفما تيسر، ولا تتركوا الصلاة، فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي الصحيح من حديث عمران قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالصلاة لا تسقط بحال على الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك لا يناط وجوبها وفعلها بالاستطاعة، بل كل مكلف عاقل يجب عليه أن يصلي على الحال التي يطيقها، ولو كان ذلك بقلبه، فيما إذا كان لا يستطيع أن يحرك شيئا، بل حتى إذا كان لا يستطيع أن ينطق بشيء يصلي ولو لم ينطق ولو لم يتحرك، ينوي ذلك بقلبه. وهذا يدل على عظيم حاجة الإنسان للصلاة، وما يدل على شريف مقامها وأن العبد محتاج إليها في كل أحواله، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرضت عليه الصلاة فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة. الله غني عنا وعن عباداتنا، وإنما فرض الصلاة على هذا النحو لحاجتنا إليها وليس لحاجته إليها، فهو الغني الحميد جل في علاه. ثم جرى التخفيف على نحو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مراجعته لربه، حتى استقرت في الفرض 50، وهي في الميزان 50 كما جاء في الصحيح: وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولو أطلنا أو لو انطلقنا في الحديث عن فضائل الصلاة وخصائصها ومزاياها لطال بنا المقام، ولم نقرأ شيئا مما يتعلق بأحكامها، إنما أردت أن أشير إلى عظيم منزلتها. واسمع إلى هذه الكلمة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، نقلت عنه وهي تبين منزلة الصلاة بين الأعمال. يقول: إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك، أي منزلته ومكانته وعظيم نصيبك منه، فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك. فبقدر ما تكون الصلاة في قلبك عظيمة عالية مهمة تشتغل بها وتعتني بها، بقدر ما يكون عنايتك بدينك. ولا عجب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في حديث بريدة. وفي حديث جابر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وهذا كله يبين عظيم منزلة الصلاة ويبين رفيع مكانتها. ولو أردنا أن نتكلم في الفضائل كما ذكرت لطال بنا المقام، ولكن يكفيك أن تعرف من فضائل الصلاة أنك ما تسجد لله سجدة إلا ويرفع الله تعالى لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وأنك أقرب ما تكون إلى الله حينما تكون ساجدا بين يديه سبحانه وبحمده. والقرب من الله سعادة، القرب من الله سرور، القرب من الله فرج، القرب من الله نجاة، القرب من الله خير في الدنيا والآخرة. فإذا أردت الخير وإذا أردت النجاة وإذا أردت السعادة فأكثر من السجود. ربيعة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود.
فكثرة السجود مفتاح لكل خير. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يقيم هذه الصلاة على النحو الذي يرضى تعالى به عنا. والصلاة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، من حيث حكمها فرض ومندوب، هذا في الجملة. والفرض ينقسم إلى قسمين، فرض عين على كل مكلف وهو في الصلوات الخمس، وفرض كفاية وهو في صلوات سيأتي بيانها وبيان أحكامها كصلاة العيد على سبيل المثال ونحو ذلك مما سيأتي بيانه وإيضاحه. نقرأ ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأحكام المتعلقة بالصلاة، وأنا أدعو إخواني أن يعتنوا بالصلاة قراءة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة لأحكامها، ومراجعة لمسائلها، فإن العبادة التي تتكرر معك في اليوم 5 مرات فحري بك أن تعتني بها لتأتي بها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنك. أسأل الله أن يرضى عني وعنكم، وأن يسر لي ولكم الخير، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: كتاب الصلاة. شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة، أي المجموع الذي خص فيه أحكام الصلاة بالذكر. الصلاة أيها الإخوة في اللغة هي الدعاء، ومنه قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمما فسر به قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي لا تدعو، أي لا تدعو له لتبين كفرهم، والله تعالى قد نهى رسوله عن الدعاء لأهل الكفر: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادع لهم، فإن دعاءك مما يحصل به لأهل الإيمان السكينة. أما تعريف الصلاة في الشرع، فالصلاة أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي من العبادات الشريفة العالية كما تقدم. ولذلك يضيف بعض أهل العلم في تعريف الصلاة أنها التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والأمر في هذا قريب. أكثر العلماء يسقطون كلمة التعبد في تعريف العبادات لأن هذا ظاهر معروف فلا يحتاج أن يذكر،
وهم يذكرون في التعريف ما يحتاج إلى بيان وإيضاح. الصلاة أيها الإخوة شرط وجوبها الإسلام، فلا تصلح صلاة بلا إسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني أعطوك الإجابة بالقبول للتوحيد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فالصلاة لا تقبل إلا من مسلم، والخطاب فيها لجميع الناس، لكنه لا يطالب بها إلا المسلم ولا تصلح إلا منه. والشرط الثاني من شروط الصلاة التكليف، من شروط وجوب الصلاة التكليف، والتكليف المقصود به البلوغ والعقل. فلا صلاة على مجنون، وأما من لم يبلغ فإن وليه مأمور بأن يأمره بالصلاة لسبع وأن يضربه عليها لعشر، تربية وتعويدا وتمرينا على الصلاة وتنشئة عليها. أما القدرة فقد تقدم الكلام على القدرة، وذكرنا أن القدرة ليست شرطا لوجوب الصلاة، إذ إن الصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل باقيا، لكن الأفعال المطلوبة في الصلاة مندرجة في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقدرة لا تتطرق لأصل وجوب الصلاة، إنما لأركانها وشروطها وواجباتها. ثم شرع المؤلف رحمه الله ببيان شروط وجوب الصلاة المكتوبة، وذلك لأن أشرف الصلوات هي الصلوات 5 المكتوبات، فبدأ بذكر شروط وجوبها وشروط صحتها. فأشار أولا إلى أنه قد تقدم أن الطهارة من شروطها، وهذا سبق فيما تبين من كلام المؤلف في كتاب الطهارة الأحكام المتعلقة بالطهارة. والطهارة المطلوبة في الصلاة نوعان، الطهارة المطلوبة في الصلاة نوعان، طهارة من حدث وطهارة من خبث. الطهارة من الحدث هي بالوضوء فيما إذا كان الحدث أصغر، وبالغسل إذا كان حدثا أكبر، دل عليهما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الطهارة من الحدث الأصغر الوضوء، وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا النوع الثاني من الطهارة، وهي الطهارة من الجنابة من الحدث الأكبر، وهذا فيما إذا كان الإنسان جنبا أو في حكمه كالحائض، وإن كنتم جنبا فطهروا. فجمعت الآية نوعي الطهارة، الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. والنوع الثاني من الطهارة المطلوبة في الصلاة الطهارة من الخبث، وهي النجاسة، وهي مطلوبة في 3 أماكن أو في 3 أمور. الأمر الأول في البدن، وهذا أهم ما يكون، فيجب أن يكون الإنسان في صلاته طاهرا من النجاسات في بدنه، فإنه لا تقبل صلاة ممن ترك نجاسة على بدنه يستطيع إزالتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أخبر أن صاحبي هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في أمر عسير شديد. قالوا يا رسول وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يتنزه من البول، يعني ما يتوقاه ولا يحسن التطهر منه، هذا معنى الروايتين. فدل ذلك على وجوب وقاية البدن من النجاسة. والموضع الثاني الذي يجب وقاية ووقاية أن يتوقاه الإنسان من النجاسات في ثيابه. قال الله تعالى في أول البعثة لرسوله وثيابك
فطهر. الآية نزلت في طهارة القلب والأخلاق والأعمال، ولكن كذلك في طهارة الثياب والملبوسات، فيجب أن يطهرها الإنسان من الأخباث والأنجاس. الثالث من المواضع التي يجب أن يتطهر الإنسان فيها من الخبث وهو النجاسة، الموضع مكان الصلاة التي الذي يصلي فيه، فإنه يجب عليه أن يكون طاهرا، يجب أن يكون طاهرا لئلا يباشر النجاسة في ثيابه أو بدنه. فدليل طهارة البقعة وجوب طهارة البدن والثياب باللازم، فإن من لازم ذلك أن يصلي في بقعة طاهرة. وكذلك ما جاء من نهيه عن الصلاة في المقبرة والحمام، فإن الحمام قد يلابس شيئا من النجاسات، ولذلك نهى عن الصلاة فيه، والحمام المقصود به مكان الاغتسال كما سيأتي. فالطهارة المشترطة في الصلاة هي طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة، وطهارة الإنسان من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، طهارته من الحدث الأصغر بالوضوء، وطهارته من الحدث الأكبر بالاغتسال، وقد تقدم بيان ذلك وتفصيله فيما مضى. قال رحمه الله: ومن شروطها، أي من شروط صحة الصلاة ووجوبها، دخول الوقت. دخول الوقت، المقصود بالوقت هنا هو الزمن الذي جعله الشارع موضعاً لفعل الصلاة المكتوبة، وهذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة. والوقت دليل وجوب مراعاته في الصلاة، قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. معنى موقوتة أي مفروضا في زمان، مفروضا في وقت، لا يصلح أن يأتي بالصلاة قبله، كما لا يصلح أن يأتي بالصلاة بعده، إلا على وفق ما سيأتي من بيان أحكام القضاء، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. فلا خلاف بين العلماء أن الصلوات الخمس لها أوقات مقدرة محددة لا يجوز الإخلال بها، و به يعلم أن وقت الصلاة شرط من شروط صحتها. وقال المؤلف رحمه الله في بيان شرط الصحة والوجوب، قال: دخول الوقت، أي مجيئه. وقد بيّن الله تعالى أوقات الصلوات في كتابه إجمالاً، وجاء بيانها تفصيلاً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما يدل على اشتراط الوقت للصلوات الخمس من الآيات قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية هي أصرح آية في ما يتعلق بأوقات الصلوات الخمس، فقد ذكرت الأوقات الخمس ولم يأتي في القرآن ذكر للأوقات صراحة إلا في هذه الآية. في موضع آخر قال الله تعالى: فسبحان الله حين، في سورة الروم قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الآية أيضا قال بعض أهل العلم إنها جمعت الأوقات الخمس، إلا أن الظاهر والله تعالى أعلم أنها لم تستوعب الأوقات الخمس، بل ذكرت أربع صلوات، ذكرت الصبح والظهر والمساء الذي هو المغرب والعشاء. وقال بعض أهل العلم بل إنها شملت الأوقات الخمس، فسبحان الله حين تمسون يشمل العصر والمغرب، وحين تصبحون صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا أي صلاة العشاء، وحين تظهرون صلاة الظهر. والأمر في هذا قريب، لكن أكثر المفسرين على أن آية الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هي الآية الجامعة للأوقات الخمس. كيف ذلك؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لميلها من
جهة المشرق إلى المغرب، وهذا متى يكون؟ بالزوال الذي هو وقت صلاة الظهر. فأول الأوقات التي ذكرت في الآية وقت صلاة الظهر. ثم ذكر جل وعلا مد الصلاة إلى غسق الليل، وهو اشتداد ظلمته، وهذا منتهى أوقات الصلوات المكتوبات، شمل أربعة أوقات: الوقت الأول الظهر عند ميل الشمس، الوقت الثاني العصر، الوقت الثالث المغرب عند غروب الشمس، الوقت الرابع العشاء، وذلك في غسق الليل. ثم قال: وقرآن الفجر، هذا الوقت الخامس، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول المصنف رحمه الله في الاستدلال على وجوب مراعاة الوقت للصلاة وأنه شرط لصحتها، قال: والأصل فيه، معنى الأصل يعني الدليل، الأصل فيه يعني الدليل على اشتراط دخول الوقت لصحة الصلاة المفروضة، حديث جبريل. ثم بيّن حديث جبريل فقال إنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، في أول الوقت لكل فريضة ابتداء من صلاة الظهر، فإنه صلى به صلى الله عليه وسلم يومين، في أول الوقت في اليوم الأول للصلوات الخمس، وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت للصلوات الخمس. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة يعني التي أمرك الله تعالى بها وفرض عليك ما بين هذين الوقتين. وقد جاء ذلك فيما رواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، عند البيت يعني في مكة، أول ما فرض الله تعالى على رسوله الصلوات الخمس. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم تفصيل ذلك فقال: فصلى الظهر في الأولى، أي في المرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك، يعني الشمس متعامدة وليس ثمة ظل إلا الظل الذي يبقى وقت الزوال، وهو ما يعرف بفيء الزوال. ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله. ثم صلى المغرب، هذا في اليوم الأول، لاحظ أنها في أوائل الأوقات. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، وجبت يعني سقطت، حين سقطت الشمس يعني في أول وقتها عند غروب الشمس. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. ثم صلى الفجر حين برق الفجر، يعني ظهر أول ظهوره، هذا في اليوم الأول. ثم صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر، يعني قريب من وقت العصر في اليوم السابق، وهذا يبين أنه ليس بين وقت الظهر والعصر فاصل، بل يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وهكذا في الأوقات الأربعة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليس بينها وبين ما يليها من فرض فاصل، إنما الفاصل بين الفجر والظهر. وكذلك في قول بين العشاء والفجر على القول بأن نهاية وقت العشاء منتصف الليل. وأما بقية الصلوات فإنه تخرج صلاة وتدخل أخرى، وهذا يدل على أن الصلاة يحتاجها العبد في زمانه كله، فليس ثمة وقت لا يكون فيه صلاة. حتى في صلاة الفجر إذا خرج وقت صلاة الفجر ندب إلى صلاة الضحى التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة الأوابين. في اليوم الثاني صلى الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، يعني حين وجبت الشمس لم يغير فيه صلى الله عليه وسلم، ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، أي قبل أن تطلع الشمس. ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين. هذا الحديث هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله أولا، وذلك أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مبتدأ ومنتهى.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وهو من أصح الأحاديث في بيان أوقات الصلوات، قال صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني إذا مالت من جهة المشرق إلى جهة المغرب، هذا وقت الزوال، وسمي هذا الوقت زوالا لأن الشمس تنتقل من جهة المشرق إلى جهة المغرب، كما تقول أزلت الشيء من مكانه أي نقلته، فكذلك سمي هذا الوقت زوالا لأن الشمس تنتقل من جهة المشرق إلى جهة المغرب، الشمس تبتدئ في شروقها من المشرق حتى تتكامل وتستوي في كبد السماء، فإذا انتقلت إلى المغرب سمي ذلك إيش؟ زوالا، سمي ذلك زوالا. فصلى النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل كل شيء كطوله، يعني الشمس متعامدة، فليس ثم زيادة في الطول لأن الشمس تكون عامودية على الأشياء في الأرض ما لم تحضر العصر، يعني ما لم يحضر وقت العصر، وهو بمصير ظل كل شيء مثله. ثم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني ما لم تقرب من المغيب فيتغير لونها من البياض إلى الصفار، وهذا في نهاية وقت الاختيار، وسيأتي مزيد بيان فيما يتعلق بأوقات الصلوات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، ولم يذكر المبدأ لأنه معروف من اسم الصلاة، فاسم الصلاة إيش؟ المغرب، لأن وقتها وقت غروب الشمس، فلم يذكر المبدأ إنما ذكر المنتهى، لأن المغرب معلوم من اسم الصلاة، وأما المنتهى فعلم بقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يغب الشفق. ثم قال: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. ولاحظ أن العصر والعشاء ذكر فيها في العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا يسميه العلماء وقت الاختيار، وإلا فالمغرب وقته ينتهي، العصر ينتهي بغروب الشمس، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لكن هذا في حال الاضطرار، أما حال الاختيار يعني حال السعة وأن لا يكون هناك ما يمنع الإنسان من الصلاة، فإن منتهى الوقت اختياراً إلى اصفرار الشمس، وأما منتهاه اضطراراً فإلى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل هذا على أن العصر له وقتان: وقت اضطرار ووقت اختيار، وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، وقت الاضطرار من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. وكذلك فيما يتعلق بصلاة العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وقت اختيار، ما بعد وقت منتصف الليل إلى طلوع الفجر للعلماء فيه قولان، منهم من يقول الوقت ينتهي بمنتصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ومنهم من قال إن وقت العشاء إلى نصف الليل هو الاختيار، وأما الاضطرار فإنه من نصف الليل إلى طلوع الفجر، واستدلوا بحديث أبي قتادة: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن تترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فدل ذلك على أن وقت الصلاة لا ينتهي إلا بدخول وقت الصلاة الأخرى، إلا في صلاة الفجر لمجيء النص: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا ما يتعلق بأوقات الصلوات التي جاءت بها النصوص وهي خمسة، وتبين أنها في الجملة تنقسم إلى قسمين: أوقات ما له وقت واحد وهي صلاة الفجر والظهر والمغرب، وما له وقتان: وقت اختيار وقت اضطرار، وهما صلاتان: صلاة العصر وصلاة العشاء على خلاف في صلاة العشاء.